في مناسبات الأفراح كالزواج والختان والأعياد، يؤدي بدو صحراء الربع الخالي العرضة الصحراوية أو ما يعرف هنا بلعبة الشرح. والشرح فلكلور جاء اسمه من انشراح النفس وبهجتها. فيها شرح مع صفق، اللي هو يشترحون اثنين، كل حين اثنين يدرون، وهذا من تراث أهل المنطقة هذه، أهل الجنوب اللي هي شرورة ونجران والربع الخالدة، ويشترحونها في أوقات الزواج وفي أوقات الأعياد وفي حتى في الختان يسوون اللعب هذا شرح، يلعبون الليل لين تشرق الشمس من حضرة. وفق الروايات الشعبية القديمة، يشاع لدى الأهالي بأن الجان يتلبس البعض من شدة الحماس، ومن أشهر أسمائهم المناداة أثناء العرضة ما يعرف بالهبيش وهنوة. هلبي 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 هلبي، والهبيش افتحوا لي المدارة، بنحول على المدارة الهبيش. من هي هنوة ومن هي الهبيش؟ والله ذا ناس قدامة ما عاد لحقت عليهم. أنا جن الهبيش، والله ما أدري الهبيش، يقولون إنهم مثل الجن يدعونهم يشتد الشرح، ولو أنت مريض دخلك الجن واشترحت وانت كانك ما فيك شيء، دخلك الشرح، دخلك في شرح عميق. لأبي خالد رأي آخر في معنى كلمة الهبيش وهنوة. الهبيش يطلع عمره يوم اشتد الشرح، يشترحون يشدون، قال الهبيش الهبيش اشتد ابو الشرح، وهنوة لقد الواحد بيدخل وبيشترح بداله، قال هنوة هنوة قص من هذا وده دخل. يقول انها جن. لا ما هي جن، هذا معنى الشرح واشتداد الشرح والفرح. الشرح الصحراوي له ميزته وخصوصيته في الأداء لدى أبناء الربع الخالي، بخلاف الشرح الحجازي المتعارف عليه أو لعبة السعب لدى أبناء قبائل نجران. من صحراء الربع الخالي، حسين بن مسعد، العربية.